معاكم مهند غلام 050-516-3525. يا ريت نختار لون من اللونين اللي قدامنا دول، ده الاسود على البليزر الار اس 2020. انتوا شايفين ما شاء الله جميل. وفي لون تاني، عايزين ارائكم، لون اسمه ميدنايت بلو. ميدنايت بلو زي ما انتوا شايفين لون بيتغير حسب الاضاءه اللي نازله على جسم السياره، بس كده بيبين اكتر اهو. نشوف فرق ما بين اللونين في الإضاءة من الجنب. اختاروا لون وقولوا لي في التعليقات مين الأحسن. احنا بعدنا عن الأزرق الميد نايت بلو، أسود أسود فضل زي ما هو. انتوا شايفين، يلا ننتظر تعليقاتكم واختياراتكم للون، اي واحد احسن بالنسبه لكم.